الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. درسنا اليوم هو بعنوان الكيمياء والمادة. في هذا المقرر للصف الأول ثانوي، مقرر كيمياء 1، نلتقي بكم في هذا الدرس مجددا ونأمل أن نحقق هذه الأهداف. ما هو الفرق بين الكتلة والوزن؟ تفسير سبب اهتمام الكيميائيين بالوصف تحت المجهر وتحديد المجالات التي يدرسها كل فرع من فروع الكيمياء. مستعينا بالله نبدأ في أول شرائح هذا الدرس. تتناول مجالات علم الكيمياء دراسة الأنواع المختلفة من المادة. طيب، ننظر إلى الصورة الموجودة إلى اليسار، نجد فيها مادة. هذه المادة لها عدد من الحالات. لاحظوا، عندي هنا ثلج، وعندي هنا ماء سائل، وعندي هنا أشكال من أشكال أو حالات إيش المادة. فأستطيع أقول المادة هي عندي تعريف الكيمياء في أول دروس هذا الفصل. قلنا المادة هي المكون الأساسي للكون، وأي شيء له ثقل ووجد كنا نسميه مادة. والعلم الذي يدرس هذه المادة تغيراتها تحولاتها تكونات جديدة منها يسمى علم إيش؟ الكيمياء. فكل شيء من حولك مادة. من الأمثلة على المواد الطبيعية مثلا الأوزون، الماء مادة، كلها مواد. هناك بعض المواد الصناعية، أمس أخذنا هذه المركبات اللي هي CFC، قلنا العالم توماس بيجلي استطاع أن يحضر هذه المركبات وسميناها بمركبات ماذا؟ كلورو كربون. فأستطيع أن أقول هذه مادة، ولكنها مادة صناعية، أي أمن الإنسان على تحضيرها. فتعريف المادة كما ذكرنا سابقا، كل شيء يشغل حيز وله كتلة. كل شيء يشغل حيز وله كتلة نسميه إيش؟ مادة. مثل الكتاب، القلم، الجوال. الكتاب والقلم والجوال، فهذا هو مادة. أستطيع أن أذكر أمثلة أخرى. من يستطيع أن يفيدنا بأمثلة أخرى؟ يا سلام، يا سلام عبد الرحمن. إذن الماء كذلك مادة، الصبورة مادة، الباب مادة، فكذلك هذه من إيش؟ أمثلة على المواد بغض النظر عن حالة المادة. بغض النظر عن حالة المادة، تعتبر مثال على إيش؟ على المواد بأشكالها المختلفة. هل الهواء مادة؟ يا سلام، نعم، الهواء مادة وحالته إيش؟ غاز. حالته غاز، فهذا له ثقل، له كتلة، له وزن، له حيز، يشغل حيز. يا سلام، اعتبره على أن تصنيف إيش؟ من المواد. طيب، هل نستطيع أن نذكر أمثلة على أشياء ليست مادة؟ نلاحظ الصورة إلى اليسار. هل نستطيع أن نقول يا سلام الضوء؟ أحسنت يا عبد الرحمن. كذلك الأفكار في الصورة الأخرى لا أعتبرها مادة. الآن نريد أن نعرف ما هو الفرق بين الكتلة
والوزن. هل الوزن يمثل الكتلة أم الكتلة تمثل الوزن أم كلاهما متشابهين؟ نلاحظ في الصورة عندي ميزان وهو يستخدم مقياس الكتلة. يا سلام يا عبد الرحمن، وتقول لي أن الكتلة مقياس لكمية المادة. أحسنت، بارك الله فيك. بينما الوزن كما ذكرت هو مقياس لكمية المادة بالإضافة إلى مدى تأثرها بالجاذبية الأرضية. فكما يظهر معي في الشريحة اللي أمامي، الكتلة مقياس لكمية المادة، ونلاحظ أنها ثابتة. أما الوزن فهو مقياس لكمية المادة زائد قوة جذب الأرض. الجاذبية صنفها العلماء أنها قوة تؤثر على المادة، وبالتالي إذا أدخلت تأثير الجاذبية الأرضية في كمية المادة فأقول عن هذا وزن. أما إذا لم أدخل تأثير الجاذبية الأرضية في كمية المادة فأقول عنها كتلة، وبالتالي الوزن يتأثر بمدى القرب والبعد من سطح الأرض، وبالتالي الوزن متغير. إذن هي متغيرة وتقل بالارتفاع عن سطح الأرض، لذلك كل ارتفعت عن سطح الأرض قلت الجاذبية الأرضية وبالتالي يقل الوزن. لا يعني ذلك أني لو أخذت الوزن ثم وزنت جسمي مثلا بشيء على سطح الأرض ثم ارتفعت قليلا مثلا إلى مبنى في الدور الرابع ووزنت بشيء أني بأجده الوزن متغير، لا يبين ذلك إلا إذا كان الجهاز له مقياس مرتبط بالجاذبية الأرضية. أما سوى ذلك فلا بد أن آخذ في الحسبان مدى تأثير الجاذبية الأرضية، والذي يكون عند سطح الأرض 9.8، وبالتالي المقياس يكون ارتباط وثيق بتأثير الجاذبية الأرضية. مثال أو تدريب، إذا كانت كتلتك على الأرض 20 كيلوغرام، فكم وزنك على القمر؟ علما بأن الجاذبية على القمر تساوي 6 جاذبية الأرض. جاذبية الأرض كم؟ كما ذكرنا قبل قليل عند سطح الأرض 9.8. أحسنت يا عبد الرحمن. نلاحظ الوزن على سطح الأرض يساوي الكتلة في تسارع الجاذبية الأرضية. طيب الوزن 20 في 9.8 هذا على سطح الأرض، إذا وزنك على سطح الأرض إذا كانت كتلتك 20 فالوزن 196. لاحظوا مدى تأثر الجاذبية الأرضية، تأثير الجاذبية الأرضية هو كيلو جرام لكل متر تربيع ثاني، يعني تسارع الجاذبية الأرضية. على سطح القمر سدس 9.8، سدس 9.8، وبالتالي يصبح 1/6 ضرب الوزن على سطح الأرض. لاحظوا مدى الانخفاض كل ما ارتفعت عن سطح الأرض، ولكن لا يزال التأثير واضح أعلى من العشرين اللي انخفض له كمية المادة فقط، فبالتالي هذا هو تأثير على الجاذبية الأرضية ومدى انخفاضها كل ما ارتفعت عن سطح الأرض. لكن يفضل العلماء الكتلة بدلا من الوزن في قياسات. لماذا؟ لأنها ثابتة. أحسنت، وبالتالي يكون المقياس بدلالة ومصداقية واضحة، فبالتالي بدلا أن آخذ كمية قد تتغير في مكان ما بالبعد أو القرب من سطح الأرض، لا، يفضل الكتلة لثباتها. ما هي النماذج؟ ما هي النماذج؟ لاحظوا في الصورتين اللي تظهر إلى اليسار، هذا نموذج لملعب كرة قدم وهذا نموذج للذرة، كلاهما نموذج. هذا نموذج استخدمته
للعلم، يعني في تفسير شيء علمي الذاقة. وهذا نموذج لتفسير شيء أو لتصوير شيء هندسي مثلا تصميم. فبالتالي كلاهما أسميها نموذج. لاحظوا النموذجين قد تقتصر عليه شيء كبير من الوقت، من المساحة، من إيصال فكرة وإلى آخر. فهذا إيش؟ نموذج. فعندي هنا مثلا لو أخذ عندي هنا مثلا هذا النموذج يختصر لي مسافة مثلا، أو يختصر لي المساحة. فعندي الملعب كرة قدم مثلا، وأردت أن أختبر هذا الملعب أو آخذ هذا الملعب بحيث أنه أختصر عليه كثيرا من الوقت وهذه المساحة. ذرة عندي هنا، الذرة لا ترى بالعين المجردة. فلما آخذ النموذج لتوضيحها اختصرت شيء المفهوم. فبالتالي أنا أستطيع أن أقول النموذج يوصل لي فكرة، اختصرت عليه فكرة من الأفكار، وبالتالي أصبح عندي نموذج يوصل الأفكار، وأسميه تفسير مرئي أو لفظي أو رياضي. لماذا؟ للبيانات. إذا هو تفسير مرئي أو لفظي أو رياضي للبيانات. لاحظوا هذه كلها توصل لي معنى إيش؟ توصل لي معنى إيش؟ النموذج. طيب، ما هي مجالات علم الكيمياء؟ مجالات علم الكيمياء، طبعا علم الكيمياء علم يهتم بدراسة المادة، ولكن لما أدخل في علم الكيمياء كتحديد يبدأ عندي إيش؟ يبدأ عندي ماذا؟ مجال التخصص. أستطيع أن أحصل على ماذا؟ على عدد من الأقسام، عدد من الأقسام الغير محدودة. لاحظوا عندي هنا جدول يلخص فروع الكيمياء: كيمياء عضوية، كيمياء غير عضوية، كيمياء فيزيائية، كيمياء تحليلية، كيمياء حيوية، كيمياء بيئية، كيمياء اصطناعية، كيمياء المدمرات، الكيمياء الذرية، الكيمياء الحرارية. إذا كل علم من هذا العلوم يوصل لماذا؟ تخصص محدد. فالكيمياء العضوية تدرس ماذا؟ محتويات مركبات الكربون مثل الأدوية والبلاستيكات وإلى آخره. غير العضوية المواد التي لا تحتوي على كربون مثل المعادن، الفلزات، أشباه الفلزات. وكذلك الفيزيائية سلوك المادة، التغيرات، الطاقة مثل سرعة التفاعل، آلية التفاعل. لاحظوا التحليلية أنواع المواد، لما أريد أن أعرف العناصر وما هي العناصر، مكونات الأغذية، ضبط الجودة، الحيوية، كل ما يدخل في المخلوقات الحية مثل التمثيل الغذائي، التخمر إلى آخر. فهذه هي عدة أقسام من ماذا؟ من أقسام علم الكيمياء. كل قسم يهتم في مادة أو في مجال محدد، أستطيع أن أشملها كلها تحت علم الكيمياء، تحت علم الكيمياء. ف
خذني على ذلك المثال، العلم يهتم بدراسة نظريات قسم من أقسام الكيمياء، يهتم بدراسة نظريات تركيب المادة. إذا نقول هي الكيمياء إيش؟ الذرية، الكيمياء الذرية. طيب لو قلت علم يهتم بضبط الجودة، ضبط جودة المواد، ماذا يسمي هذا العلم؟ قسم من أقسام الكيمياء التحليلية، ضبط الجودة في قسم إيش؟ التحليلية. ولو قلت علم يدرس حرارة تفاعل الماء، أقول هذه هي الكيمياء الحرارية، قسم الكيمياء الحرارية في مجال علم الكيمياء. وبالتالي أستطيع أن أقول الكيمياء علم إيش؟ مركزي. ليش علم مركزي أو أساسي؟ لأنها ترتبط مع العلوم الأخرى، ترتبط مع الفيزياء، ترتبط مع الأحياء، ترتبط مع إلى آخره. أختر الإجابة الصحيحة، هذا تقويم مباشر نطبق عليه سويا. طيب السؤال الأول، أختر الإجابة الصحيحة، الفرق بين الكتلة والوزن، تعطينا الإجابة يا عبد الرحمن والقلم معك، تفضل. أختار الإجابة الصحيحة، ألف باء جيم، الكتلة غير ثابتة والوزن ثابت، الكتلة ثابتة والوزن ثابت، الكتلة ثابتة والوزن غير ثابت. الكتلة ثابتة والوزن غير ثابتة، أحسنت يا عبد الرحمن. طيب السؤال الثاني، اختر المادة من بين الخيارات التالية، ما هي المادة؟ هل الموجات الكهرومغناطيسية مادة؟ هل القمر مادة؟ هل الضوء مادة؟ الإجابة يا سلام يا سلام، احنا تعرفنا قبل قليل ان الضوء والافكار والموجات الكهرومغناطيسيه لا تعتبر من المواد. طيب ليت نستخدم الشكل الدائري اللي هنا في المستطيل حتى نضلل على الاجابه الصحيحه، دائره موجوده الى هنا، نختار العلم المحدد، نحدد على الاجابه، تعطينا شكل متناسق. إذا كانت كتلتك على الأرض 40 كيلوغرام، فإن كتلتك على القمر تكون، أي إجابة صحيحة؟ طبعا لاحظ عندي ثلاث خيارات، أحسن الإجابة 10، على أي أساس اخترت 10؟ الإجابة 40، كنا متفقين أن الكتلة لا تتغير، الكتلة لا تتغير، بالتالي 40 على سطح الأرض بتكون كتلتك 40 على سطح القمر، وش الفرق؟ ليش هناك فرق؟ طيب فرع من الكيمياء يختص بدراسة نظريات تركيب المادة، الإجابة الصحيحة في الفقرة رقم 3 باء. طيب الفقرة رقم 4، نظريات تركيب المادة، الكيمياء الإيش؟ الذرية، يا سلام عليك، يعني الكيمياء الذرية هي التي تهتم بدراسة تركيب المادة. خلاصة درسنا هذا اليوم، أخذنا مفهوم المادة واستذكرناه سويا، وعرفنا الفرق بين الكتلة والوزن، وتعرفنا على ما هو مفهوم النماذج، وذكرنا بعض الأمثلة على النماذج وتعريف النموذج، ثم أخذنا مجالات الكيمياء اللي تندرج تحت مسمى كيمياء، أي أقسام الكيمياء بشكل عام، وأخذنا أمثلة عليها، وماذا يهتم كل مجال في دراسة ماذا، وبنصل إلى نهاية الدرس هذا اليوم. شكرا للتفاعل، شكرا للتميز، خصوصا الأخ عبد الرحمن حضورا فعال امتياز، شكرا لكم جميعا، نلتقي بكم إن شاء الله في درس قادم، إلى ذلك الوقت نتمنى لكم
التوفيق. إذا كان في أي استفسار أو نختفي من درسنا، أتمنى لكم التوفيق. Oh.